في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية عن مضمون خطة السلام المعدلة للأمم المتحدة بشأن الحل في اليمن. وأوضحت المصادر لصحيفة البيان الإماراتية أن خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تتضمن بقاء الرئيس هادي في منصبه بكامل الصلاحيات لمرحلة انتقالية. وبحسب المصادر، فإن الخطة المعدلة تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار الأممي 2216 بكامل بنوده، فيما تخضع التعديلات للحوار المباشر الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريباً.